عليكم تلاميذ مجموعه اولار كي بخير لاباس عليكم اليوم ان شاء الله غنشرحوا الدرس ديال لي بولينوم كما قلت لكم الدرس ديال لي بولينوم الا ما فهمتيهش بلا ما تطلع الاولى بكالوريا بلا ما تطلع الثانيه بكالوريا يعني ما عندك ما دير في الاولى بكالوريا ما عندك ما دير في الباك حيت الدرس ديال لي بولينوم هو لا باص ديالي اللي غادي ينفعنا في بزاف ديال الدروس الجايين ان شاء الله دونك بدون مقدمات غندخلوا نيشان في الدرس ما غاديش ندخلوا في الخاصيه رقم واحد كي لي ديفينيسيون فوكابولير وغنبداو داكشي غندخلوا ديريكتومون كيفاش كيتحط لي هذا الدرس في التمارين كيفاش كيتحط ليا الدرس في الفروض ديالي دونك ركزوا معايا مزيان غد الدرس غنقسموا لواحد الفقرات الفقرات ديالنا حنا ماشي ديال المقرر وماشي ديال ماشي ديال ماشي ديال الدفشار ديالكم ركز معايا مزيان اول حاجه خصك تكون عارف على لي بولينوم هو تفرق ما بين هادي بولينوم وهادي ماشي بولينوم يعني خصك تكون كتعرف ها فين نحط يعني لك بزاف ديال ديال لي زيكسبريسيون وانت تقول لي هادي بولينوم هادي ماشي بولينوم ركز معايا مزيان مثلا غد اول فقره عندي ثلاثة ديال الحوايج هما ثلاثة اكسبريسيون هاي آه. الاكسبريسيون الاولى الاكسبريسيون الثانية ثوازيام اكسبريسيون دونك انت خصك تفرق فين فين هي البولينوم اللي هنا دونك ركز معايا مزيان غنشرح لك بعدا وغتجاوب براسك البولينوم هي واحد الحاجة كتكون كتكون بحال ماك شا كتكون بحال ماك كتكون فيها البويسونس ياك وكتكون ما فيها لا جذر لا مقام ما فيها لا غاسين ما فيها لا دينوميناتور لا نوميراتور ما فيها شي حاجه يعني اكس كشكون محطوطه على السطر شاي هي اكس محطوطه على السطر اذا هذه بولينو. بولينوم دونك الاولى بولينوم مزيان دونك الاولى بولينوم علاش حيت ما فيها لا جذر ما فيها لا مقام محطوطة على السطر يعني فيها اكس وفيها لي بويسونس داكشي عادي مزيان دونك هذه بويسونس نمشيو الثانيه بي ان اكس بي ان اكس فيها لا غاسين اذا هذه ماشي بولينوم هذه ما نعتبروها بولينوم في الدرس ديال لي فونكسيون غنقراو على شنو سميت هذه وشنو سميت هذه ولكن ركزوا معايا دابا غير على لي بولينوم دونك هذه الاولى هذه بولينوم علاش حيت ما فيها لا جذر لا مقام الثانيه ماشي بولينوم الثانيه ماشي بولينوم صافي هاد الثانيه ماشي بولينوم علاش حيت فيها لا غاسين هادي حتى هي ماشي بولينوم علاش برافو عليك حيت فيها و والدينوميناتور هاي دونك هادي ماشي ماشي بولينوم فوال دونك اول حاجه اخويا خاصك تكون عارف الدرس الدرس كتقسمو بحال واحد سطاجات خاصك تكون عارف هادي وهادي 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 باش تعرف راسك شنو عارف وشنو ما عارفش تيلا الا بغيتي تسول شي استاذ ولا شي حاجه تكون عارف شنو ما عارفش حيت كاين اللي كيكون ما عارفش شنو اللي ما عارفش ركز معايا مزيان دونك عندي انا اول فقره خصني نكون عارف هي انني نفرق ما بين لي بولينوم هذه بولينوم هذه ماشي بولينوم مزيان نمشيو للفقره الثانيه الفقره الثانيه هو ان خصهم يكونوا عاطيني واحد لي بولينوم دونك صافي عرفنا بان هذه بولينوم وهذه بولينوم ودي بولينوم, ودي بولينوم. علاش حيت ما فيها لا غاسين لا دينوميناتور لا لدي نيميراتور لا حتى شي حاجه دونك اول ثاني ح... حاجه خصني نكون عارف على لي بولينوم هي انني نكون عارف الدوغري دي ديالهم يعني شنو هو شنو هو دي الدوغري ديال هاد لي بولينوم ولكن يجب ساهل بزاف اكبر اوس اس هو اكبر أس ؟ كاين هنا هذا الاوس ثلاثه هذا البويسونس الاوس ثلاثه هذا بويسونس الاوس هذا وهذا ان وهذا دونك شكون هو اكبر اس هنا اكبر اس هو ثلاثة. اذا الدغري ديال هذا البولينوم هذا هو 3 مزيان نمشيو للبولينوم الثاني هذا البويسون هذا لو تيرم هذا ديالو 6 هذه البويسون ديالها 1 وهذه البويسون ديالها 0 اذا فين اكبر اس اكبر اس هو ستة. لو هو 6 دونك دوغري ديال هذه هو 6 نمشيو للبولينوم الثاني هذه دونك هذه هذا البروميير تيرم البويسون ديالها هو هو هذه البويسون ديالها هو 1 هذه هو في ال أول هادشي ساهل بغينا نمشيو ندخلو المعقول عاد نذهب شويه دونك هاد هذا شنو هو الدوغري هو 18 فوالا دونك الدوغري ديال دي هو 18 دي مزيان دونك هادي الفقره رقم 2 اما بالنسبه للفقره الثالثه ركزوا معايا مزيان ساهله بسيطه بزاف هاي الفقره الثالثه دونك الفقره الثالثه شنو فيها فيها غير ان واحد التسميات مونوم بينوم تخينوم واحد التسميات سمعتوهم وتخلعتو منهم في القسم اولا يلا ليكتو يلا غدخلوا للدرس غتسمعوهم غتخلعو منهم دونك المونوم هو كيكون عندي غير غير تيرم واحد يعني حاجه وحدة كما كنشوفوا هذه بحال مثلا هذا البولينوم هذا البولينوم هذا اللي داير فيها ستيلو انا شحال فيها من تيرم فيها بروميير تيرم دوزيام تيرم ترويزيام تيرم كاتريام تيرم يعني فيها تيرم هادي فيها 3 طرم هادي فيها تخوا طرم هادي فيها تخوا طرم مزيان اللي كيكون فيها غير طرم واحد يعني فيها حاجه وحده كتسمى مونوم اللي كيكونوا فيها جوج ديال الحواش كتسمى بينوم اللي كيكونوا فيها ثلاثه ديال الحواش كتسمى تخينوم هادو غتقراهم حتى في الفيزيك وفي الشيمي في اي بلاصه دونك هاديك مون مونو مونو كتعني واحد يعني باللغه اللاتينيه مونو كتعني واحد بينو كتعني جوج تخينو كتعني ثلاثه دونك كت واحد مونوم جوج بينوم ثلاثه ترينوم سهل هذه باش الا كان لك, لك شي تمرين ولا شي حاجه فيهم هاد التسميات ما تلف ما والو راه ساهلين وبساط دابا غنمشيو للفقره رقم ثلاثه الفقره رقم اربعه عفوا بالنسبه للفقره رقم اربعه غنديرها على شكل تمرين وبحال هاد التمرين كيتحط كي في الفروض وكيتحط في التمارين وساهل وبساط بزاف دونك كيعطيك واحد دو بولينوم البولينوم الاولى البولينوم الثانيه ياك البولينوم الاولى تيعطيها لك عادي زوينه فيها الارقام وفيها الحروف وزوينه ولكن البولينوم الثاني ما تيعطيكش فيها الارقام تيعطيك في بلاصه الارقام حروف شي مثلا في بلاصه اكس على بوسونس 3 هنا كاين ا نورمالمون خص يكون عدد جوج ثلاثة أربعة دونك كاين ا هنا اكس كاغي شنو هو كاين هنا بي ناقص جوج اكس هنا كاين سي هنا كاين دي يعني كاين واحد الحروف هذوك الحروف انا خصني نحددهم يلا ركز معايا مزيان كيفاش غنحددو دوك الحروف اول حاجه اسمع هاد البولينوم هذا رجعوا لهاد البولينوم هذا هاد البولينوم هذا قلنا الدوغري ديالها هو 3 هاد البولينوم دي هذا الدوغري ديالها هو نسيت ما قلت لكم بان هاد 6 وناقص 4 و4 وناقص 3 كيتسموا لي كويفيسيون ستة ناقص 4 ناقص لي كويفيسيون المعاملات اذا مثلا مثلا يعني نرجع معايا هاد البولينوم الاول شنو هما لي كويفيسيون ديال هاد البولينوم اولا المعاملات ديال هاد المعاملات اولا لي كويفيسيون هما 3 3 رجع معايا لهنا دونك كان عندي شوف ركز معايا مزيان عطاك واحد البولينوم بي اكس وعطاك واحد البولينوم كي دو اكس لك اي بي سي كي دو اكس كتساوي بي دو اكس الا كانت بي دو اكس كتساوي كي دو اكس هذا كيعني بان لي ديال هذا لي ديال هذا صافي يعني مثلا هاد دو اكس دي 3 اكس على بويسونس 3 البولينوم اللي غتكون كتساوى معاها غتكون عندها 3 4 2 -3. صافي مثلا هاد البولينوم هادي البولينوم اللي خاصها تساوى معاها هاد البولينوم هادي اللي كندير فيها في ستيلو داب هاد البولينوم هادي اللي غندور عليها هاد البولينوم هادي البولينوم اللي بغا الا بغات شي وحده تساوى معاها يعني تولي بحالها خاصها تكون عندها في ليكويفيسيون يكون عندها 6 4 4 ناقص 3 صافي فهمتون مزيان مشيو دابا لهاد لي بولينوم قال لك هاد البولينوم هادي كتساوي هاد لي يعني ليكويفيسيون ديال البولينوم الاولى غادي يساويو لي ديال لي بولينوم الثانيه يلا نشوف غنديرو بحال ماكا نبداو بهادي اللي فيها البويسونس 3 هادي فيها اس 3 ايه ياك شنو البولينوم ديال هو ا اذا ا الكويفيسيون ديال البويسونس 3 غيكون كيساوي الكويفيسيون ديال البويسونس 3 هنا فين هو 3 لأستر... هنا ما اذا يساوي صفر غنعاود غنعاود ركز معايا مزيان شنو هو الكويفيسيون ديال 3 في هاد اكس شنو هو هو ا

ناقص جوج تساوي يلا هادي الكوفيسيون ديالها هو ناقص جوج هادي شنو الكوفيسيون ديال اكس على بويسونس دو شنو الكوفيسيون ديالها هو تخوا فوالا مزيان راك غادي معايا مزيان دونك نمشيو دابا لهاد هاد اكس هادي هاد اكس هادي شنو الكوفيسيون ديالها هو تخوا سي تخوا سي يلا وهادي شنو هي الكوفيسيون ديال اكس هو موان كاب ايكال موان كاب دي ما عندها حتى شي اكس هادي شي ما عندها حتى شي اكس يعني سبعة كتساوي دي يعني دي ايكال سات مزيان دونك من هذه غنعرفوا بان ا راه كتساوي زيرو ومن هذه غنعرفوا بان بي كتساوي 3 زائد 2 هي 5 حيت 3 هاد ناقص 2 غتحول لجهه اخرى تولي زائد 2 اذا 3 زائد 2 هي 5 ومن هذه غنعرفوا بان سي كتساوي ناقص 4 مقسومة على 3 ناقص 4 مقسومة على 3 ومن هذه غنعرفوا بان دي دي كتساوي سبعة إذا أنا جبت ليه ديتيرمينيت ليه أي بي سي وحتى دي يلا زدت وحتى دي من عندي صافي نعاودو دونك بالنسبة لهادي هادي هادي هاد الكويفيسيون ديال إكس على بويسونس تخوا شنو هو, هو أ شنو هو الكويفيسيون ديال بويسونس تخوا في بي دو إكس هو زيرو مكينش حيت مكينش على بويسونس تخوا دونك هو زيرو شنو هو الكويفيسيون ديال إكس على بويسونس دو هو ب ناقص جوج اذا ب ناقص جوج غتكون كتساوي الكويفيسيون اكس على بويسونس 2 الكويفيسيون اكس على بويسونس هو 3 اذا ب ناقص جوج غتكون كتساوي تخوا نمشيو لهنايا شنو X هو الكويفيسيون ديال اكس هو تخوا سي شنو هو الكويفيسيون ديال اكس هو موان دي ما اكس سبعة ما اكس اذا سبعة كتساوي دي صافي بعد خرجت اي بي سي دابا غادي رقم خمسة اهم فقرة في الدرس كامل ركزوا معايا مزيان يعالركز معهم زين. donc مثلا عندي أنا واحد p de x ميجا x على 2 5x 6. بدي نحسب أنا p دي المثلا صفر. يعني في المثّ باللي x نعوضها بصفر. يعني صفر على قيّص 2 5 في 0 6. يساوي 0 على 2 0. خمسة 0 يساوي 0 6 يساوي 6. إذاً p يساوي صفر. كتساوي صفر. كتساوي ستة. مزيان مثلا انا بغيت نحسب بي ديال واحد يعني في بلاصه اكس غادي نعوضها بواحد فراب دونك واحد على بويسونس دو موان سانك ان بلوس يعني حييت اكس و بلاصتها واحد تساوي يال واحد على دو هو واحد وناقص خمسة في واحد هي ناقص خمسة زائد إيه ستة واحد ناقص خمسة هي شحال هي ناقص ربعة ناقص ربعة زائد إيه ستة هي جوج تا في دبانا باتشان بغنحسب الجوج Donc 2 à la puissance 2 moins 5 fois 2 plus 6 2 à la puissance 2 il y a 4 ou moins 5 fois 2 il y a moins 10 6 إيه 4 moins 10 و6 و6 زائد 6 هي صفر اذا حسبت بي ديال 2 كتساوي زيرو ركز معايا مزيان الا حسبتي ليماج ديال شي عدد ولقيتيها كتساوي صفر ركز مزيان الا حسبتي ليماج ديال شي عدد ولقيتيها كتساوي صفر اذا داك العدد كيتسمى غاسين دونك اون ديكو اون ديكو غاسين غاسين ديال هاد البولينوم صافي دونك ملي دونك فين هو الغاسين ديال حسبت بي ديال زيرو ديال ان وديال زا ديال جوج شكون هي فيهم اللي خرجت لي كتساوي صفر هي جوج اذا ديك دو كتسمى غاسين فوالا دونك مثلا تخيل معايا دابا انا نعطيك كيف في... نعطيك في... التم نعطيك الدرس وكنعطيك كيفاش غتلقاه في التمرين ركز معايا مزيان غادي يعطيك واحد البولينوم وغيقول لك مونتخي كو ستة راها غاسين شخصك دير خاصك تشد ديك ستة ياك تشد ديك ستة وتعوضها في البولينوم وش خصها تخرج لك برافو عليك خصها تخرج لك صفر مزيان يلا ركز معايا مزيان السؤال الاول هو هذا غادي يقول لك مونتري كو دو غاسين غادي تحسب بي ديال دو خصها تخرج لك سافر. صافي دونك دابا انت عرفتي بان دو ايت اون غاسين شنو غنديرو بهاد الغاسين دونك اي حاجه حنا كنخرجوها في المات عاد شي حاجه خصنا نديروها بها دونك شنو كنديرو بهاد الغاسين ركز معايا مزيان ركز معايا مزيان. مزيان الا كانت دو غاسين الا كانت دو غاسين هذا كيعني بان بي اكس اي ديفيزيبل بار اكس موان دو دابا مثلا انا حسبت لقيت, لقيت بان 3 هي الغاسين يعني بي إكس اكس غت غتقسم على اكس موان 3 برافو عليك مثلا انا لقيت مثلا ستة هي الغاسين اذا بي إكس اكس ديفيزيبل بار اكس موان ستة مثلا انا لقيت واحد هي هي الغاسين اذا بي إكس اكس ديفيزيبل بار اكس موان زان موان داك العدد صافي دونك داك العدد اللي كيكون غاسين الفونكسيون كتكون كتقسم على اكس ناقص داك العدد نديرو مثال مثلا مثلا لقيت أنا مثلا ستة هي الغاسين مثلا أنا لقيت ستة هي الغاسين صافي لقيت ستة هي الغاسين إذا الفونكسيو ديالي علاش غتقسم برافو عليك غتقسم على إكس ناقص ستة مثلا أنا لقيت مية هي الغاسين مثلا لقيت مية هي الغاسين مية هي الغاسين إذا ديك الفونكسيو علاش غتقسم على إكس ناقص مية يعني الفونكسيو كتقسم على إكس ناقص الغاسين إكس ناقص الغاسين x ناقص الغاسين مثلا انت لقيتي مثلا موان دو موان دو هي الغاسين يعني موان دو هي الغاسين يعني فونكسيون ديالك كتقسم على x ناقص ناقص جوج هي x زائد جوج شوف معايا هاد المثال هذا مثلا عندي واحد بي دو اكس باش تفهموا مزيان شنو هي هاد غاسين وشنو هاد ديفيزيبل با حيت اللي ما فهمتوش هاد غاسين وديفيزيبل با راه ما غاديش تفهموا الفقرات الجايه نركزوا معايا مزيان دونك مثلا عندي واحد بي دو اكس بحال ما ياك مثلا قال لك مونتخي كو قالك لك مونتري كو السؤال الاول كو ان اون غاسين دونك انا شنو خصني ندير خصني نحسب بي ديال ان يخرج ليا برافو عليك يخرج ليا صفر صح خاصو يخرج ليا صفر دونك تساوي دونك كما قلنا غنشد اكس ونعوضها ب دونك فوا ان على بويسونس 3 بلس 2 فوا ان على بويسونس 2 موان 3 فوا ان موان 4 غير كنحيد اكس كندير بلاصه ان يعني عادي بحال كتهز تحط خمسة في واحد هي شحال هي خمسة حيت واحد على هو أن خمسة في واحد هي خمسة جوج في واحد هي جوج تلاتة في واحد هي تلاتة ناقص ربعة تساوي خمسة زائد جوج هي شحال هي سبعة ناقص تلاتة ناقص ربعة هي ناقص سبعة إذا شحال خرجت لي صفر دونك دونك أن غاسين فوالا voilà, دونك هاد بي دو اكس هادي علاش غتقسم يلا اجي ركزوا معايا مزيان الناس اللي فهموا معايا الفقره اللي فاتت هادي علاش غتقسم الا كان ان غاسين الا كان ان غاسين هادي ديفيزيبل بي دو اكس غتكون ديفيزيبل دي في زيبل باغ اش باغ اكس موان داك لو نومبر موان زان برافو عليك مزيان دونك هاد البي دو اكس غتقسم على اكس ناقص واحد نتمنى ان هاد الفقره تكون مفهومه دابا غادي ندوزو ها هي كتقسم على هذا ومن بعد كتقسم على هذاك العدد يعني كتقسم على هاد الفونكسيون ديال كتقسم على اكس ناقص واحد يعني خاصني ندير ليها لا ديفيزيون اوكليديا يلا ركزوا معايا مزيان فلا لا ديفيزيون اوكليديا باش ما تغلطوش دونك سمع سمع مزيان دونك اول حاجه بحال ديال السادس بحال ديال السادس اللي كنتي كدير مثلا 24 قسمة مثلا قسمة سبعة هي ربعة كيخرج لك في الباقي صفر صافي طيب بحال هكا هذيك هي القسمة اللي كنتي كدير شحال هادي يلاه زيد فاش غنضرب إكس باش تعطيني خمسة إكس على بويسونس تخوا فاش غنضرب إكس باش تعطيني خمسة إكس على بويسونس تخوا أول حاجة في خمسة ياك إكس خاصها تضرب في خمسة باش تولي خمسة و إكس فاش غتضرب باش تولي إكس على بويسونس تخوا إكس على بويسونس دو إكس كاغي حيت خمسة إكس كاغي في إكس هي خمسة إكس على بويسونس تخوا مزيان دونك انا لقيت العدد اللي غنضربو في اكس ويعطيني خمسة اكس على بويسونس تخوا خمسة اكس على دو فوا ناق فوا اكس شحال خمسة اكس على بويسونس تخوا خمسة اكس على فوا هي موان سانك x على 2 كنبدل لو سيم بطبيعه الحال هادي كتكون بليس كرد موان وهادي كرد زائد كنبدل كنبدل الاشارات وكندير العمليه ديال زائد 5x على 3 5x على صفر Juge x à la puissance 2 plus 5x à la puissance 2, il y a, 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 a 7x à la puissance 2. Ou kanapto na pes tchale. N'a pas a انا عاود اول حاجه كنبحثوا على هو العدد اللي غنضربو في اكس ويعطيني 5 اكس على بويسونس 3 وكنمشي 5 اكس على بويسونس 2 فوا ناقص 5 اكس على 3 و5 اكس على بويسونس 2 فوا موان زان 5 على بويسونس 2 وكنبدل الاشارات يعني اللي كانت زائد ولات ناقص واللي كانت ناقص ترديتها زائد وكندير عمليه الجمع 5 اكس على بويسونس 3 اكس على 3 زائد 5 هي 7 اكس على بويسونس 2 هادي ركز فاش غنضرب اكس باش يعطيني 7 اكس على بويسونس 2 فاش فاش غنضرب اكس باش يعطيني 7 اكس على 2 اول حاجه هي 7 و فاش نضربها باش تولي اكس او هي اكس مزيانه مزيان 7 اكس في اكس هي شحال هي 7 اكس على 2 7 اكس في اكس هي 7 اكس على 2 7 اكس في ناقص واحد هي ناقص 7 اكس اول حاجه كندير هي كنبدل الاشارات وكندير العمليه ديالي هذه ناقص هادي هي صفر وناقص ثلاثة إكس زائد سبعة إكس هي زائد أربعة إكس وش غادي معايا مزيان ركز مزيان رجع التركيز رجع الفيديو عاود ركز مزيان أشنو غنهبط غنهبط ناقص ربعة مزيانة يلا فاش غنضرب إكس باش تعطيني ربعة إكس فاش فربعة برافو عليك دونك ربعة في إكس هي ربعة إكس وربعة في ناقص واحد هي ناقص ربعة بدل الإشارات بطبيعة الحال هادي عطاتنا صفر وهادي غتعطينا صفر وانا ساليت لا ديفيزيون اوكليديان ديالي اللي ما فهمش الفيديو واحد شويه وغنعطيكم بزاف ديال التمارين غتخرجوهم باش تصيفطوهم ليا في الجروب دونك كما العاده ها حنا درنا القسمه الاقليديه ولا ديفيزيون <applause> اوكليديان اش غنديروا بها دونك خاصني ديما نقول اش غندير بها دونك لا ديفيزيون اشنو كندير كنا كنعرفوا بانها انت ركز معايا ناس 24 الا قسمتيها على 7 قسمتيها على سبعة عطاتك وطع... 4 ياك اشنو كيعني هذا كيعني بان سبعة غضربها في 4 غتعطيك 24 كاين ولا ما سبعة غضربها في 4 اذا هذا اللي كيكون هنا كنضربوا في هذا اللي كيكون هنا كيساوي لي هذا اللي كيكون هنا دونك هذا اللي كيكون هنا اللي كيكون هنا غيساوي لي اللي كاين برافو عليك دونك اكس ديالي هي هذا هذا يعني غتولي اكس ناقص واحد في خمسة إكس أو كاري بلس سات إكس بلس كات فهمتوني؟ دونك البي دو إكس ديالي هادي هادي أتشوف سميتها إكس ناقص واحد في هادي يلا شوف شوف ركز معايا مزيان ركز معايا مزيان شوف شوف بغيتك تولي ناضي في الماتش تولي عندك واحد الدقة في الملاحظة ركز معايا مزيان دابا تخيل معايا السؤال ديالك ماشي غيسولك بحال هكا بطبيعة الحال ما, ما غيقولش لك دير لي القسمة الأقليدية راه ماشي حنا كنقراو في الاجتماعيات هذوك اسئله مباشره لا غنعطيك السؤال مباشر اش غيقول لك غيقول لك بي دو اكس كتساوي اكس ناقص واحد مضروبه في واحد كي دو اكس غيقول لك بي دو اكس كتساوي كيس اكس ناقص واحد فوا اكس فوا كي دو اكس غيقول لك ديتيرميني ديتيرميني كي دو اكس تو سامبلوم وكيفاش كيفاش حنا غنحدو هاد 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 كي دو اكس كيفاش حددنا شني شنو هي الطريقه اللي حددنا بها يعني هذي راهي كي دو اكس كيفاش حددنا هذا دي؟ بلا ديفيزيون اوكليديان يعني اخويا راه عمرك توقع ان في التمرين ديالك في الفرض ديالك ولا في شي حاجه غادي يقول لك دير لي لا ديفيزيون اوكليديان لا غادي يعطيك بحال هادي غادي يقول لك بي دو اكس كتساوي اكس ناقص واحد في كي دو اكس ديتيرميني كي دو اكس وانت باش غتحدد هاد كي دو اكس باش غتحددها غتحددها بلا ديفيزيون اوكليديان ركز معايا مزيان صافي فهمتي معايا شنو شنو غايقول لك غادي يعطيك بي دو اكس كتساوي اكس ناقص واحد فوا اكس فوا كي دو اكس وغايقول لك حدد لي هذاك كي دو اكس تا كيفاش الطريقة اللي غتحدد بها كي دو اكس كيفاش الطريقة هي انك شنو غادي دير انك غادير لا ديفيزيون اوكليديان دونك نتمنى ان الدرس يكون مفهوم يكونوا الفقرات ديالو كاملين مفهومين شرحت ب... شرحت للناس البسطاء اللي ما فاهمينش الدرس بشويه عليهم بشويه عليهم يعني الناس اللي ناقصين شويه في الماتش ما شرحتش بطريقه طالعه في النيفو دونك هذا تمرين سكريني سكريني اولا أول في التفشار ديالك خرجو <applause> من هنا ساعتين اولا من هنا ثلاثة ان شاء الله غنحط لكم لا سوليسيون ديالو يعني لا كوريكسيون ديالو التصحيح ديالو بالفيديو تاو يعني فيديو غندير غن فيديو كنشرح فيه انا كيفاش غنخرج هاد التمرين هذا فوالا دونك خرجوا هاد التمرين تصيفطوا لي في جروب في الواتساب غنصحو معاكم نشوف الا كنتو خرجتو كاملين تبارك الله مزيان راه ما غاديش نحط التصحيح ديالو بنتو ليا شويه, شوية كتخطاو فيه غادي نحط التصحيح ديالو بالسلامه عليكم الله يعاونكم نتلاقاو في الفيديو الجاي